مظبوط يا فندم، الحقيقة دي يعني ضمن خطة احنا وضعناها وشاركنا فيها كمان التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي، حلو ان هو جمع كمان جهود مؤسسات المجتمع المدني كلهم. يعني احنا الحقيقة كنا من احد المؤسسات اللي بتقوم تكفلت ب 40 ألف طالب، والتحالف الوطني العمل الأهلي التنموي استكمل هذه الجهود مع بعض المؤسسات الأخرى برضو اللي قاموا بالدفع المصروفات دي عشان نقدر نوفي كل هذه الجهود. والحقيقة ان احنا بنقوم بتوحيد القوائم وتوحيد الجهود دي بالتعاون بيننا وبين بعض كمؤسسات مجتمع مدني. يعني انا كمؤسسه حياه كريمه بتنزل انها توفي 40 ألف طالب، هذه القوائم ما بتتمش توفيتها من خلال اي مؤسسه اخرى عشان نضمن ان في عداله للاستحقاق وتكافؤ للفرص لكل مواطن مصري. يبقى انا كده عمليا جوه حياه كريمه عندي التعليم حياه وعندي راجعين نتعلم، والاثنين ليهم علاقه بالتعليم المدرسي اي ما قبل الجامعي. ده حقيقي. فأنا بشتغل على الطالب وبشتغل على المدرس وبشتغل على المدرسة من خلال مؤسسة حياة كريمة. المدرسة بيتم تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية. حلو. يعني احنا بس خليني برضه بتوفروا لهم المعدات والأدوات احنا هقول لحضرتك، احنا في جزئين، جزء إنشائي وجزء خاص ببناء الإنسان. حلو. الجزء الإنشائي بتقوم به هيئة الهيئة الأبنية التعليمية، بتقوم بإنشاءات كافة المدارس على مستوى الجمهورية بالتعاون طبعا مع الجهات الشريكة. يعني احنا عندنا حوالي استهداف المرحلة الأولى 1477 قرية في حياة كريمة في 52 مركز في 20 محافظة. دول بيتم التنفيذ فيهم في الجانب الإنشائي من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 10 محافظات، ووزارة الإسكان والمرافق المجتمعية في 10 محافظات. بيقوموا بالجانب الإنشائي لمحور مياه الشرب والصرف الصحي والجانب الخاص بالتشييد والبناء. وإحنا الحقيقة بنشتغل على الجانب الخاص ببناء الإنسان وبعض الأعمال التنفيذية في مبادرة حياة كريمة والتسويق والتمويل للمبادرة الرئاسية. ده كلام جميل. هسأل سؤال كده على الطاير معلش قبل ما أطلع. هو قبل ما بلاش قبل، مؤسسة حياة كريمة رصدت أنه تم بنى كم مدرسة لحد دلوقتي في إطار المبادرة؟ هقول لحضرتك، احنا حاليا محور المدارس من اعلى المحاور التقدم في محاور حياه كريمه كلها. احنا وصلنا لنسبه تنفيذ 95% اعلى من المستهدف. يعني احنا كان المستهدف ان احنا نوصل حاليا لنسبه اقل من 95% حوالي 90%، واحنا وصلنا ل 95% من تنفيذ المدارس على حوالي 1477 قريه. فده الحقيقه انجاز عظيم جدا يحسب للمبادره ان هي قامت بيه في وقت قياسي في هذه الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها. القرية يعني فيها كم مدرسة أو يعمل لا متوسط؟ لا، متوسط القرية مش أنت لا ما بيتمش دراستها بأن كم مدرسة في كل قرية، على ولكن حسب على حسب السكانية. تعداد السكاني للقرية، على حسب البعد الجغرافي للقرى، على حسب نسبة الفقر وحسب الفئة العمرية الموجودة الدارسين في هذه القرية بيتم وضع الخريطة الجغرافية للتدخل بإنشاء المدارس. يعني أقدر يبقى عندي رقم على عدد المدارس اللي عملناها لحد دلوقتي ولا ممكن ما يبقاش الرقم؟ رقم لسه مش لا، نقدر طبعا يكون عندنا والله. رقم، بس احنا دلوقتي عندنا اللي هو النسبة الحالية ان انا المفروض كان مستهدف عندي 95% نسبة تنفيذ. الانجاز بالظبط، يعني انا فاضلي 5% ويبقى كل مدارس المرحلة الاولى تم بنائها بشكل كامل وتشييدها بشكل كامل.